نعم سنموت ولكننا سنقتلع الطبع من أرضنا. نعم سنموت ولكننا سنقتلع الطبع من أرضنا. نعم سنموت ولكننا سنقتلع الطبع من أرضنا. تدلوا في الوادي والوادي لو تسأل عني تندلوا تلقاني وتلقى ولادي. لو تسأل عني تندلوا تلقاني وتلقى ولادي. أنا رفقة مسعودي 27 سنة أخت أيوب مسعودي. أيوب لا تبي فوق معناها قال حاجات اللي معناها حتى سياسي معناها ما استقال ولا حتى سياسي مازال ينشط معناها كيك سوا في الرئاسة ولا في الأحزاب ولا في المجلس التأسيسي ما نجم يقول الكلام هذايا. خويا يعطي الصحة أوني تري تري فيها من بي. أختي مرحبا بك في نوات. عرفنا بروحك. أنت أخت أيوب مسعودي. أختي هاجر مسعودي. أخت أيوب مسعودي مرحبا بك. حبينا نعرف شنو هو الامباكت، شنو هو اللي تسبب فيه منع أيوب مستفر، علما نحن علمنا أنه أيوب ولاده ومرته في فرنسا وحب يلتحق بهم. شنو هو الأثر على العائلة؟ الحقيقة مانيش خايفين، عارفين أيوب على حق ولا ديكري دي في. هو ما إلنا با انتربريتي حاجات ولا عمل دي كونكلوسيون وحده. ولا ديكري دي في سواء على تسليم البغدادي المحمودي ولا على سيدي بوزيد. معناها إلنا ديكري دي في لأي أما نظنوا كونها مسيسة. كان فرحان المراوح الولاد وسورتو كو برشا من المعتقلين تاع سيدي بوزيد خرجوا الكل. فما شكون خرج سويت الانترفيو نتاعو في موزايك شو يمس في أوليمس يا ربي في موزايك فيه. والله في قضية أيوب المسعودي اكتشفنا اللي ملف جزائي تحل ضده منذ 27 جويلية. فما جهة شاكية اللي هي فريق الركن الجنرال رشيد عمار. النيابة العمومية توجهت له تهمتين، تهمة مناط الفصل 91 مجلة مرافعة العقوبات العسكرية اللي تحكي على التحقير من الجيش والمس من رموز مؤسسة عسكرية، والتهمة الثانية اللي هي التهمة الكلاسيكية التقليدية متاع 128 مجلة الجزائية اللي تحكي على نسبة أمور إلى موظف عمومي دون الإداء بالدليل في ذلك. بطبيعة الحال الملف قيناها مكون والحق يقال، قينا تسجيل وقينا مراسلة من وزارة الدفاع الوطني تفيد التصريحات اللي قالها أيوب المسعودي واللي فيها كلمة أيوب يصر ونحن نصر على أنها خيانة الدولة. هذه العبارة الجهة الشاكية استعملت عبارة خيانة عظمى وهذا موش صحيح. مراسلة متاع الجيش الوطني كيف مرفقة بالقرص يعني فيه تسجيل أيوب المسعودي مع برنامج بأحدى القنوات التلفزية الخاصة، في سماع كيف تأديت شهادة الشاكي صار يوم أمس، وفي كذلك وهذا اللي فاجأنا وحكيت عليه الصباح قبل ما ندخل قرار رفع قرار تحجير السفر اللي هو كما قلت يعني ما استجابش لأبسط الضوابط القانونية، ضابط الإعلام وضابط يعني الإعلام لأجل متسع ما صارش. اكتشفنا اليوم اللي القرار صادر منذ 15 أوت يعني نهارين التالي، وللأسف الشديد مناوبنا معلم بيه كان في المطار يعني لحظات صغيرة ياسر قبل ما يحقب أمتعته للسفر. على كل حال هذه الصورة كاملة، ما جاهزين للدفاع اليوم، تناقشنا مع مناوبنا أيوب المسعودي وفضلنا على أن نأخر النظر ونأخر دفاعنا حتى لو نتمعنوا في الملف. كما قلت لكم ملف رفع السفر ولا لا ما زلنا قدمنا مطلب كتابي في رفع تحجير السفر. ما زلنا نستناو اكيد جدا في راي السيد قلم التحقيق الثالث المتعهد بالملف بعد بالطبيعه كما يقول القانون بعد اخذ راي النيابه العموميه العسكريه. ومن هنا الغادي ان شاء الله نحن متاكدون من سلامه اللي قام به منوبنا، متاكدون من صدقه، واكثر من ذلك نحن نفتخر به وباللي عمل. ما تنظنش يا استاذ كونه ملاها المشكله الاساسيه تتمحور في انه المحكمه العسكريه هي محكمه استثنائيه لابد الغائها معناها وما عندهاش لا مقام. هو ايش نقول لك باختصار شديد، نحن رانا ما دخلناش في الاصل وما خضناش في الاصل وما ترفعناش في اصل التهمه واصل ما هو منسوب لايوب المسعود.
الدفاع تناقشنا في بعضنا قينا الملف فيه برشا مظروفات، فيه معطيات، فيه قرص مضغوط، فيه شهادة معناها وشهادة فيها برشا كلام وبرشا عبارات وبرشا حقائق ربما مانيش نعطيها تو ما تو تظهر من بعد، وربما البعض الآخر يعتبرها مش حقائق يعتبرها مغالطات. دونك هذاك علاش نحنا خيرنا بالتنسيق وبالتشاور مع مناوبنا خيرنا تأخير الإصغاء. سي أيوب المسعودي مرحبا بك. اليوم جينا يعني المحكمة العسكرية الصباح قبل قاضي التحقيق يعني غرفة التحقيق عدد 3، ويعني الحقيقة ما دخلناش في الاستنطاق. ارحل يا عمار. طلبوا الأساتذة يعني محامين طلبوا يعني الصور عن الملف شي طلعوا لي وهي يبداو يحضروا يعني ملف الدفاع. هو يعني بدينا يعني يمكن ربما في نوع من النقاش مبدئيا وبالطبيعة تعرفت على التهم الموجهة إلي هما زوز بالأساس يعني فما يعني المس من المؤسسة العسكرية بما يعني يمكن يمس بحسب ما نذكر يعني بمعنويات الجيش وهيئة المؤسسة العسكرية، وثاني حاجة يعني توجيه تهمة خيانة عظمى هما ذكروا تهمة خيانة عظمى بينما نتحدث على خيانة الدولة وفرق بين الأشياء هذوما الزوز. يعني التهمة الثانية دونك قلت هي تهمة توجيه تهمة خيانة الدولة للقيادة العامة للعسكر للجيش دون إدلاء بما يثبت ذلك، هذو هما التهم الأساسيين. بعد الإخوان الأساتذة يعني قدموا مطلب ل يعني رفع للتحجير، تحجير السفر باش ينظروا فيه يعني إدارة التحقيق باش ينظروا فيه قاضي التحقيق، وأيضا تأجيل الاستنطاق إلى يوم 22 أوت هذا الأربعاء الجاي إن شاء الله يعني لبداية الاستنطاق في القضايا هذو. شكرا. أستاذ أمل الباصي مرحبا بك. تو كنت برفقة أيوب المسعودي مع مجموعة المحامين اللي رافقوه. شنو اللي صار وشنو تقييمك اللي صار تو في المحكمة العسكرية أستاذ؟ فقط هو سي المسعودي وقع منعه من السفر في المطار بعد ما كمل معظم الإجراءات ورجعوه من دون ما يعلموه حتى شيء، قالوا له فقط برا المحكمة العسكرية شوف فما، وهذه ممارسة أخرى من الممارسات القديمة معطاه حتى معطيات. جينا اليوم باش نعرفوا شنية الأسباب كذا، اتضح أن هناك قرار تدبير احترازي من سيد قاضي التحقيق وهذا من حقه ياخذه على أساس أنه تهمة موجهة للسي المسعودي في المس بهيبة المؤسسة العسكرية وإسناد أشياء وأقوال لموظف عمومي دون إثبات ذلك. بطبيعة الحال ما طلعناش على الملف، وهذا على خلفية تصاريح متاعه على ما يبدو اللي جات في برنامج التونسية على 15 جويلية، واللي بعد شهر كامل باش خذاو الإجراءات. على كل هذا مسألة ثانية، طلبنا اليوم التأخير لاطلاع الملف وإعداد وسائل الدفاع، وطلبنا رفع التدبير الاحترازي هذا لأنه مش معقول موظف دولة سامي لمجرد جنحة بسيطة لو ثبتت وهي ما يثبت في الحال جنحة بسيطة يقع منعه من التحاق مقر عمله والتحاق بعائلته كذا. إن شاء الله سيد قاضي التحقيق يوافق على رفع التدبير في انتظار ذلك حتى نطلعوا على الملف ونشوفوا شنو هي المسألة هذه اللي مبدئيا ما تنجمش تكون إلا مسألة فارغة وما عندها حتى قيمة قانونية، وهو ما جابش أشياء من عنده فقط ما وقع تداوله على الساحة العامة في خصوص مسألة تسليم البغدادي المحبوب فقط. وشنو تقييمك أستاذ التأخر في رفع القضية هذه من طرف؟ والله يبدو أنه البحث فتح البحث وقعناها 27 جويلة يعني بعد تقريبا أسبوعين من التصريحات. النيابة العمومية رأت أنها بشحل هي حرة في ذلك، ما نعرفوش علاش، ما فيما بعد تو نعرفوا. على كل ما مثل هذه القضايا في الفترة هذه بالذات راها ما تليقش ببلادنا وكهو.